طريق هيئة العبد، الشريان الرئيسي الذي يربط محافظة تعز بالمحافظات المحررة خصوصا العاصمة المؤقتة عدن. ومن هذا الخط تمر أغلب الاحتياجات الضرورية التي تمد محافظة تعز بها، المواد الضرورية، المواد الغذائية وكذلك المواد الطبية. تعرض هذا الخط خلال الفترة الماضية للكثير من الإهلاك بفعل الضغط الكبير عليه من قبل مركبات النقل الثقيلة والخفيفة من أجل البدء بصيانته. كما تشاهدون الآن آليات السلطة تبدأ بعملية إزالة هذه الحفر وإعادة صيانة هذا الطريق الذي يعتبر شريان رئيسي لمحافظة تعز. كما تشاهدون هنا الخط تعرض لكثير من الإهلاك وأصبح من الصعب المرور فيه خصوصا لمركبات النقل الثقيلة التي تمد المحافظة بالمواد الغذائية والمواد الطبية. إذن هي بادرة جيدة للبدء بصيانة هذا الطريق لما يمثله من أهمية كبيرة للمحافظة كونه الشريان الرئيسي لمحافظة تعز الذي يربطها بالمحافظات المحررة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من طريق هيئة العدل، مديرية المقاطرة.